على نعمه وأفداله والحي القيوم الذي فتح طريق الرشد والدلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في إفعالي، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله هاديا فهدى الأمة وكشف الغمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة. معاشر الحاضرين، إلى متى أنتم في مدي ظلم وقد تولى عصر الصمام وتغدى زمان البطالة أسم في الآذان أم صبل في الأعيان أم غفلة وجهالة؟ فيا متخلفا عن طريق القوم قد زمت الرواحل وما بقي لك في العذر مقالة، وما أعفى بالكرامة إلا عرسات القيامة. الصدور حامية وشفاء ثانية، والجلود يابسة والوجوه شامسة والألسن مقودة، والمزدلفة كالسواد ومناك الأعراف، والمسجد كالجنة والبيت والعرش، والصفا والمروة كالميزان، والخلائق غمر في الخزي والخجالة. فإذا تمت النسك فاسأل رب عن ضياء المصلين، ما عال الرب عال وأجاب السؤال. فيا إخواني، لازم الصفار وطوفوا بيت القلب وقفوا في عرفات العرفان، وقولوا من صميم الفؤاد: اللهم يا حنان يا بنان يا ديان، اغفر لنا ولوالدينا واجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بارك الله لنا ولكم القرآن الحكيم، إنه تعالى جباد كريم، كريم من رؤوف رحيم ورب حليم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له للغاية لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسابح الغرام. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو فطر الخبر وانه عما نهاكم عنه وجزم، واعلموا ان الله عملكم بامن من النصير وثنى بملائكه مسبحات للقدس وثلث بمن يؤمنون من بلده من الميسين، فقال تعالى مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد
إمام الحرمين وصاحبة الحجرتين وعلى آل محمد. فيا أيها الناس ارجو شفاعات صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد. فيا أيها المشتاقون إلى بيت من صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا من مد العصر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأواب أن يعتقد الصلاة أمير المؤمنين سيدنا أبي حمد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى ولدي سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أجمعين معذبين عند الله الناس المطهرين من الدنس والأجاز أبي عمرة حمزة وأبي الفازل العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى تمام العشرة مبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وقضم الكفرة والمبتدعة والمشركين، اللهم شد شمل أعداء الدين، ومزد جمعهم يا مؤمن الظالمين، اللهم انصر من نصر دين وقضم القدر المسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وقضم من قدر دين محمد واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر من المسلمين وقضم اللهم سترة وسلامة والعافية علينا وعلى أبيتك الحجاج والغزاة والمسافرين في بلد وحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واهم واتم واكبر. ومن اعلم يقيم الصلاه ومن ضيه ربنا وتقبل الوعاء ومن اغفرني ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.